أكيد عن النادي الأهلي، هنتكلم فيها عن قصة صفقات النادي الأهلي بالكامل في الصيف المقبل إن شاء الله. لكن في البداية ما تنساش ندعي العالم معلول بالشفاء العاجل، وأفضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. انا عايز بس ابلغكم بخبر سعيد جدا 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 ان شاء الله. ان شاء الله يتوج النادي الاهلي بطل لافريقيا للنسخة رقم 12 في تاريخه يوم السبت باذن الله. باذن الله تمام. يوم الحد الناس تفرح، يوم الاثنين هتكون في بقى جلسة كبيرة جدا من الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط مع مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بعد صباح الخير. بلغ مودست شكرا جزيلا. لو عايز بقى يبطل يعتزل نعمل له ماتش تكريم الأهلي مثلا والبلدية مثلا، يعني نعمل له يروح يلعب في نادي تاني. احنا متنازلين يا عم على الكام يوم اللي باقيين في العقد بتاعك، وشكرا جزيلا والقلب دعي لك ليه. وانا عن نفسي هعمل له حلقة جامدة جدا، عن نفسي انا هعمل له حلقة ان شاء الله باذن الله تمام. فمودست خلاص يعني، وانا بكلمكم كده بجد، الاهلي هيبقى يعني هيبلغوا بعد يوم 25 رسميا ادارة الكرة تبلغ مودست رسمي بانه خلاص يعني الموضوع خلصان وتمام يعني، والاهلي بيديله حرية كاملة يقرر مصيره سواء يبحث عن عرض اخر او يعتزل براحته يعني. وفي نفس الوقت هيحسن يعني يعني هيعمل له حاجات كتيرة جدا. دي بعض الامور وبعض الصفقات المعروضة او للاهلي ما شاء الله فيها، زي مثلا في اتنين اللي هو احمد شريف ووليد فرج بتوع فاركو معروضين على النادي الاهلي. بتتكلم في زين الدين بالعيد اللي هو المدافع الجزائري بتاع اتحاد العاصمة الجزائري تمام، يعني ده اللي شبه خلص معاه برضو عشان مارسيل كولر يعني هيحسن كل ده بعد الفاينل. كمان عندك كمان في اربع مدافعين معروضين على النادي الاهلي يجيبهم العش بتاع زد، وعندك كالوشا وعندك محمد رمضان وعندك محمد اسماعيل اللي هو بتاع حرس الحدود علشان يختار منهم واحد او اتنين الموسم الجديد في الديفنس تمام، وفي السيرد باك يعني مع بالعيد. وبتتكلم انت كمان تمام هتحسب لجنة التخطيط في الاعادة دي بشكل نهائي ملف التجديد. عندك تلات لعيبة بينتهي عقودهم السنة دي تمام، باقيين علي معلول ومحمد هاني وعمرو السلية، والتلاتة متحمسين جدا ولجنة التخطيط ان هي تجدد العقد بتاعهم لسنتين على الاقل. هاني 3 سنين، معلول سنتين، والسلية لمدة سنتين. على فكرة صحيفة المنتخب المغربية، ودي واحدة من اكبر الصحف اللي في المغرب، حتى المنش بتاعها كده تاني يوم المباراة بتاعت الزمالك مع نهضة بركان، يجب الاعتراف اننا لا نستحق كأس الكونفدرالية. عاملين لها يعني حاجات حلوة كده وقولوا ان احنا لازم نكون معترفين بالحاجات دي كلها. دي بالنسبة لموضوع صفقات النادي الاهلي الجديدة ان شاء الله. وكمان هنتكلم على بغداد بنجاح، هنتكلم على بغداد بنجاح وتطور عاجل في مصير تمام، تطور عاجل في مصير انتقال بغداد بنجاح الى النادي الاهلي. كشف الدولي الجزائري بغداد بنجاح مهاجم الصد القطري عن وجهته المقبلة بعد اعلان رحيله عن فريقه الحالي بنهاية الموسم الجاري، كما حسم مصير انتقاله للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد ارتباط اسمه للنادي الأهلي.
وأعلن مسؤول السد رحيل بنجاح في نهاية الموسم الجاري لتنتهي مسيرته بعد 9 سنوات قضاها في الدوري القطري بعدما انضم للفريق في 2015 قادما من النجم الساحلي التونسي. بغداد بنجاح بيكشف وجهته الأقرب في الصيف المقبل. بغداد بنجاح تحدث الدولي الجزائري لشبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية عن وجهته المقبلة. لا أزال أفكر بشأن وجهتي المقبلة، لكن حتى الآن الأقرب هو انتقالي للدوري السعودي في الموسم المقبل. وكانت تقارير جزائرية أشارت من قبل إلى أن بغداد لديه العديد من العروض العربية في مقدمتها أندية الدوري السعودي وبالتحديد نادي الشباب، إضافة إلى رغبة فريق العين الإماراتي في التعاقد مع اللاعب حال تمكن الفريق الإماراتي من الفوز بدوري أبطال آسيا لموسمه الجاري. وأشار العديد من التقارير إلى اقتراب بنجاح من الانتقال إلى الأهلي المصري في إطار الاستعدادات لكأس العالم للأندية 2025 والمقرر إقامته في أمريكا بمشاركة 32 فريق. لكن جاءت تصريحات اللاعب الأخيرة لتنهي الجدل حول تلك الأخبار وتنفي انتقاله للنادي الأهلي. بغداد بنجاح صاحب 32 سنة مع السد القطري شارك في 228 مباراة منذ انضمامه للفريق، تمكن خلالها في تسجيل 201 هدف وتقديم 60 تمريرة حاسمة. ده بالنسبة لبغداد بنجاح. نجاح بيقول الأهلي أم الدوري السعودي؟ مصدر يكشف وجهة بغداد بنجاح المقبلة نهائيا. أعلن المهاجم الجزائري بغداد بنجاح رحيله عن فريق السد القطري رسميا بنهاية الموسم الجاري. كمان وكشف المصدر داخل نادي السد القطري لموقع مصراوي وجهة بغداد بنجاح المقبلة، وقال المصدر أن قرار رحيل المهاجم جاء بسبب تقدمه في السن، وأصبح لابد من إيجاد مهاجم في مستوى عالي يقدر يساعد الفريق في مختلف البطولات المحلية وخاصة دوري أبطال آسيا الذي ظل هدفا لإدارة النادي منذ الحصول على الكأس في 2011. وأكد المصدر أن المهاجم الجزائري حدد وجهته المقبلة ويفاضل بين عدد من أندية الدوري السعودي. الجدير بالذكر يلاقي السد القطري نظيره فريق قطر يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس الأمير. عايز اتكلم مع حضراتكم يعني في موضوع ان الناس كلها طالعة تتكلم على بغداد بنجاح ان هو الاهلي هيتعاقد. يا جماعة مستحيل، يعني بغداد بنجاح بيتلقى راتب خيالي والنادي الاهلي ما عندوش القدرة ان هو يدفع للرقم ده للمهاجم ده عشان اوضه اللبس ما يحصلش فيها مشكلة ويحصل فيها يعني انفلات. بغداد بنجاح محدش يقدر يتكلم في حقه، محدش يقدر يقول عليه غير ان هو مهاجم قوي 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 جدا. كمان في مفاوضات مع محمد كانوتي اللي النادي الاهلي كان تفاوض معاه في فترة الانتقالات الشتوية، كمان رجع للصورة جاكسون موليكا الكونغولي، رجع للصورة تاني في التفاوض مع النادي الاهلي، لان جاكسون موليكا ايضا بينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي. لكن النادي الاهلي هيعمل ماريكاتو جديد جدا، ماريكاتو يليق باسم النادي الاهلي ومشاركة النادي الاهلي في كأس العالم للأندية. بنتمنى له كل توفيق. بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية. سؤال الحلقة بيقول: هل تتوقع انضمام بغداد بنجاح للأهلي؟ وهل في حالة انضمام بغداد بنجاح للأهلي هل هيكون إضافة قوية ولا عامل السن هيكون عائق أمام اللاعب؟ مستني رأيكم في التعليقات. بشكرك إنك كملت معايا الفيديو للنهاية. ما تنساش لايك وشير علشان توصل الحلقة لكل الناس. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.